إذا على بركة الله مشاهدينا أوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من المدينة القديمة منطقة درب قناوة. درب قناوة المعروف على الصعيد الوطني ماشي فقط معروف بالألبسة وبجميع الألبسة اللي كيبحثوا عليها المواطنين فكيلقاوها في هذا المكان هذا. فبمناسبة اقتراب يعني عيد الفطر اللي كنعرفوا بأنه ما بقى كيفصلنا عليه سوى واحد خمس أو ستة أيام على أكثر تقدير، سوى خمس أو ستة أيام، فالمواطنين المغاربة خصوصا البيضاويين كيتسائلوا على الأثمنة ديال الألبسة واش في المتناول ديال القدرة الشرائية ديالهم أو لا. فلهذا فنزلنا الشارع هنا، نزلنا المحلات، دخلنا لواحد احد المحلات ديال بعض البيع والشراء هنا في المنطقه من اجل اننا نعرفوا الاثمنه واش كاينه في المتناول ديال المواطن المغربي او لا. هذه هي الاثمنه تقريبا. هادو شحال دايرين دابا؟ هادوك 150 درهم. 150 درهم دابا هاد الالبسه كلهم 150. هادو ب 180، هادو ب 180 يعني في المتناول تبارك الله 180 درهم. هادو 180 درهم ها هما. هادي شحال فيها من بياس اخويا؟ لا خويا 3 بياس. 3 بياس، هادي 3 بياس، ها هي 3 بياس ما شاء الله فيها هادي وهادي، ها هي بالسروال ديالها 180 درهم. هادو اللي قلت لي هادو 150 ياك؟ 150. هادو 150، هادو تما 3 بياس نيت؟ 150 درهم. واشنو هما الحوايج اللي مثلا اللي غلاو دابا تقريبا في السوق تقريبا؟ غلاو بحال هادو راه كيغلاوهم هادو. شحال كانوا في السنوات الفائته؟ من عامين حتى خمس سنين. لا شحال؟ لا شي هو اللي فاتوا شحال كانوا؟ هادو راه مخلين الثمن اللي كاين. اللي كاين هو اللي كان. دابا شي هادو علاش دابا هادو الثمن اللي مخلين الثمن ديال السوق اللي كان. اما دابا هادو اللي كاين دابا هادو بحال دابا مثلا لبستي شي محل خرفه تاخذها تقريبا 220 درهم. هادي اللي قلنا دابا هادي تاخذها 220. هادي العمر ديالها شحال من عام هادي؟ من 9 شهور حتى العام ونص. من 9 شهور حتى العام ونص. واخا وشنو؟ لا اختصاص في الفيديو صح. دري واخا اشنو هما الحوايج اللي طالعين؟ واش حوايج الدريات ولا الدراري؟ بجوج بهم. القابلات ولا طالعين. بحال بحال. راه كل واحد كيفاش كيبيع. واخا مثلا في السباطه مثلا هادي في السباطه مثلا. السباطه شحال دايره هادي؟ هادوك كيديروا 70 درهم 80 درهم 80 70 70 80 90 70 80 90 مثلا. دابا هادي شحال دايره هادي مثلا؟ هاديك 80 درهم 80 درهم يعني هادي يقول لي وحده في وحده هادي وحده وحده موديل وحده موديل واحد وحده مقلوبه وحده مقلوبه. واخا وهادي شحال دايره هادي؟ بحال معاهم حتى هي 80 درهم. أيه. فين هما اللي 90 درهم دابا هنا؟ 90 درهم كاينه هادي وكاينه هادي. هادي دابا 90 درهم. أيه. وهادي شي 90 درهم. 90 درهم. ها؟ 70 درهم. هذه الفوقانية حمراء. 70 درهم. 70 درهم. شحال النمرة دابا هذه؟ هذه فيها 18 19 شنو النمرة اللي فيها؟ 18. وهذه شحال دايرة هذه؟ هذه دايرة 60 درهم. هذه ديال الزيادة هذه لا؟ الزيادة بالبامبا ديالها. زيادة. يعني مبرعين لوليدات الصغار. مبرعين. واخا هذا الماركة هذه؟ هذيك 90. تا هو 90 درهم. 90 درهم. كمان مناسب يعني كاين شي اقبال؟ كاين الاقبال. بداو الناس كيجيو بداو الناس كيجيو الناس شرا وكيباقي كيجيو يشرا يعني زعما المواطن زعما الحمد لله المهم كاين رواج كاين الحمد لله شي عنده شي مسكين موعد كل واحد كاين اللي يسمع هذا كاين الازمه كاين اللي يرجع شويه في البيع والشراء شي حاجه اخرين دابا الحوايج بزمنو بنادم خصوص الدراري الصغار بزمنو انا كنعرف انا ملي كنبيع ونشرو انا كنعرف هاد الازمه كاينه كاينه والسلعه كتباع فهمت انا سبحان الله العظيم لا بصح راه القضيه اللي قلتي راه بصح كيقولوها وكيجيو المناسبات كلشي كيتباع لا حاجه وحده واخا بحال الدراري الصغار هاد اللبسات ديال البنيات هادو هاد اللبسات ديال 150 درهم 150 درهم تبارك الله راه بحال العريسات هادو دابا بلايص اخرين 220 هادي قلنا يعني بلايص اخرين هادوك غياخذوهم كثر هادوك غياخذوهم كثر
يعني علاش علاش دابا مثلا نتوما هنا كتبيعوا بواحد الاثمنه اللي هي في المتناول ديال المواطن وإذا مشينا بلايص اخرين ما عرفتش علاش زعما؟ ايوا انا وسط المدينه انا كيكون مسام وراه كاين هنا كنقول لك هنا في المدينه هنا كاين بلايص هنا في المدينه وكتلقى الزياده هنا غتكون متفق معايا كاين هنا في المدينه وكتلقى متفاوته واحد 50 درهم 30 درهم 40 درهم كتلقى متفاوتين بالاثمنه علاش مثلا واش ما فهمتوش هذا الجشع ديال التجار واش هذاك السيد مثلا واخد واحد الثمن ربما اكثر من داكشي باش كياخذ ربما ربما يكون حتى هو شاري اكثر واحد كيفاش قدس العاديه حيت كاين اللي مثلا غتكون متفق معاه كاين اللي مثلا واخا عنده ستوك مثلا عنده ستوك ويبيع بالزيت وكيبيع بالزيت وعنده المصاري هذاك كيتم احتكار دابا هذا ايوا شوف هذاك هو احتكار ولكن على العموم الحمد لله بحال دابا هادو شحال دايرين دابا هذا 90 درهم تما هادو ديال تركيا 90 درهم كاين ديال البلاد 60 درهم دابا هادو ديال تركيا هادو 90 درهم فين هما ديال 60 درهم هذا هو ديال 60 درهم 60 درهم 60 درهم شنو الفرق هذا البنو شنو الفرق بيناتهم اخويا هذا المصيبه هنا في البلاد هذيك برا لا واش تشوف زعما تشوف كاليتي كاليتي هذا معادي هذاك مو برا قولي دابا هذا دابا هذا تبارك الله ما شاء الله ولكن راه شو 90 درهم في الموت انا حتى دابا بغيتي تفرح شي واحد زيد عنده شي زياده ولا شي حاجه ثمن مناسب على ما بغيتيش تجي تاخذ هذه كادو راه كانت داخله في اليمات فاش كان الغلا ياك الناس الطوق قديم هذا هذه فاش كان الغلا واقيلا هذه اللي هذه يعني واقيلا وقت كوفيد دخل وقت كوفيد عمل فاش قولي صافي دابا جاوا في هذيك الحمله فاش كانوا غاليين دابا واحد الحاجه ملي كتخرج قول لي كتكون بواحد الثمن ولكن كتمشي وكتهبط لا هذا غادي يهبط حنا مخدوم علينا غالي فهمتك ولكن تبارك الله على العموم راه داكشي زوين ما شاء الله يعني المواطن الحمد لله يتقدى هو فرحان واخا عطيني دابا خويا العزيز هذه مثلا هذه شحال دايره هاد البيسه هذه 250 درهم هذه فيها السريويل ياك هي فيها السريويل بالسميطه هذه بالسميطه ديالها ياك وفيها هاد القويميجه وفيها هاد البودي هذا 250 درهم هذه واش بنيات واقيلا ياك هذه وليد هذه بنيات هذه شحال دايره اخويا العزيز 180 درهم 180 درهم هذه فيها دو بياس هذه دو بياس هذه شحال العمر ديالهم تقريبا هذا من عام 3 سنين وهذه اللي ورثتيني الاولى عامين حتى 5 سنين بحال دابا الصيفيط مثلا هذه شحال دايره هذه 180 درهم فجوج بياس حتى هي دو بياس هذيك باقا تستعمل دابا في هذه الوقيته مثلا باقا تستعمل دابا إذا على العموم المواطن بعدا يقدر يتقدى وهو فرحان. وكنقول لك حنا مبروك عليك هذا العيد هذا وكنشكروك أنك فتحتي لنا قلبك وفتحتي لنا المحل ديالك دخلنا شنا نتمنى لك التيسير إن شاء الله يا ربي ندخل لك بالتيسير أخويا كنشكروك بزاف إذا حنا بالدور ديالنا خدينا هذا المحل كنموذج ديال هذا السيد هذا كنذكروا بأنه كيتواجد في درب قناوة هاد السيد هذا ما شاء الله المهم على حسب داكشي اللي شفنا دابا الان فالملابس صراحه في المتناول ديال الناس اللي عندهم الوليدات ما قلت لي حتى لثلاث سنوات تقريبا حتى لثلاث سنوات حتى لثلاث سنوات يعني هاد الناس هادو يعني كيحاولوا يقلبوا على طرف الخبز كما كنقولوا بالحلال ما بغاو يزيدوا على المواطن ما والو بنفس الثمن ما كاين لا زياده الاول بنفس الثمن اللي كان هذاك العام رغم الزياده اللي كاينه الان في يعني في الثمن ديال السلعه باش كتجي والمواد الاوليه باش كتصاوب وهذه ولكن رغم ذلك هاد الناس محافظين على الثمن فكنوجه لهم التحيه من هذا المنبر هذا وهادو هما المواطنين المغاربه اللي بغيناهم يكونوا باش يعاونوا المواطن باش يزيدوا يضغطوا عليه اكثر اذا كنتمنى لهم التوفيق مره اخرى ما بقى لنا الا نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي يحييكم من هنا من منطقه القناوه الى اللقاء